عقدت اليوم وأخي الوزير لوجون بيلا الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الكاميرونية، والتي تعقد لأول مرة منذ عدة أعوام بسبب جائحة الكورونا وأيضا العديد من التطورات الإقليمية والدولية والداخلية التي حالت دون عقد الجولة المشتركة خلال الأعوام الماضية. ولكن اتفقت مع أخي معالي الوزير على الحفاظ على انتظام ووتيرة انعقاد اللجنة المشتركة لتعقد سنويا، وأنا أتطلع بشغف لأن أزور العاصمة ياوندي في العام القادم لرئاسة وفد مصر في الدورة الثامنة للجنة المصرية الكاميرونية المشتركة. هناك كما ذكرت علاقة سياسية متميزة بين قيادتي البلدين، ولكن نريد الآن ترجمة هذه العلاقات المتميزة إلى علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية أقوى في الفترة القادمة. نريد زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. تحدثنا بشكل مستفيض عن دور الشركات المصرية في دعم عملية التنمية والتحديث الجارية في الكاميرون. تحدثنا أيضا عن عقد منتدى للأعمال المصري الكاميروني في المستقبل القريب. هناك رغبة قوية من جانب الشركات المصرية للاستثمار وإقامة الأعمال في بلدهم الثاني الكاميرون، خاصة في قطاعات محددة على رأسها قطاع الطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة. أيضا هناك القطاع الزراعي، واتفقت مع معالي الوزير على استكشاف سبل استثمار الشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة في مصر في قطاع الزراعة في الكاميرون لاستزراع العديد من المحاصيل التي تحتاجها مصر، والعمل على تصديرها إلى مصر.